بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيب مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقد من لساني يفقهوا قولي. ربنا اغفر لنا ولإخواننا سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا لذين آمنوا إنك رؤوف رحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أحي القلوب تحيا واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا ونزعنا ما في قلوبهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. العنوان عند الإمام الغزالي: القول في معنى الحقد ونتائجه وفضيلة العفو والرفق. القول وفضيلته العفو والرفق. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلوم في الدارين، قال: أعلم أن الغضب إذا لزم كظمه لعجز عن التشفي في الحال رجع إلى الباطن واحتقن فيه فصار حقدا. إذا ما نفست وما في عندك آلية مش قادر، بظل إيش في الداخل، ثم يتحول من غضب إلى حقد. ألا يقال عن الجمل أنه يحقد؟ يعني خبي لك إياها. ويقال عن بعض الناس أنهم ينتقمون بعد 40 سنة. قلنا بعض الناس، يقال عن بعض الناس يا أبا مروان. ومعنى الحقد أن يلزم قلبه استثقاله أو أن يلزم قلبه استثقاله والبغضة له والنفار منه وأن يدوم ذلك ويبقى. وورد وليس بحديث لم يجد له السبكي إسنادا: المؤمن ليس بحقود. وحقيقة نعم، كمعنى مدام أنه في الجنة لن يكون هنالك حقد ولا غل ولا حسد ولا أي مشاعر سلبية. وكأنك في هذه الدنيا إن استطعت أن تتخلص من هذه المشاعر السلبية وكأنك تتذوق بعض المعاني التي إن شاء الله تكون أين في الجنة حقيقة، بدل من هالطحن الناس اللي بتطحن حالها إيش فيه مشاكل ومحاكم ومحامون وخصومات بين الإخوة وبين الأزواج وبين الجيران وبين. والحقد يثمر 8 أمور. الأول الحسد، وأن يحملك الحقد على أن تتمنى زوال النعمة عنه فتغتم بنعمة إن أصابها وتسر بمصيبة إن نزلت به. وهذا من فعل المنافقين، أعني الحسد، وسيأتي ذمه إن شاء الله تعالى. رأيت نعمة نزلت بالناس، ولا بد من نعم كثيرة تنزل بالناس، نعم كثيرة. فإن رأيت نعمة ظاهرة نزلت بفلان من الناس وكان بينك وبينه شيء، قل: اللهم بارك لفلان فيما رزقته، سبحانه لا إله إلا هو. إذا رزق المسلم أطفالاً هل هم نعمة؟ نعم، فالحمد لله رب العالمين. طب وإذا رزق غير المسلم أطفالاً فهل هي نعمة؟ نعم نعم، سبحان المعطي. هل يمكن أن تدعو له؟ نعم، كما نقول: اللهم اهد جميع الناس لما تحبه وترضاه. الثاني أن تزيد على إضمار الحسد في الباطن. فتشمت بما يصيبه من البلاء. إياك أن تزيد على إضمار الحسد في الباطن،
والحسد أين مكانه؟ في الباطن. الباطن. فتشمت بما يصيبه من البلاء، إن أصابته نعمة تمنيت زوال النعمة عنه، وإن أصابته ضراء سررت لذلك، تصر لأن فلان ابتلي بشيء. الثالث أن تهجره وتصارمه وتنقطع عنه، وإن طلبك وأقبل عليك هو يطلب وأنت تبتعد. عجيب. الرابع وهو دونه أن تعرض عنه استصغارا له. الخامس أن تتكلم فيه بما لا يحل من كذب وغيبة وإفشاء سر وهتك ستر وغيره. السادس أن تحاكيه استهزاء به وسخرية منه، مثل ما يفعل نقول الكوميديون، يحاكون بعض عادة الساسة وبعض الناس. السابع إيذاؤه بالضرب وما يؤلم بدنه. الثامن أن تمنعه حقه من صلة رحم أو قضاء دين أو رد مظلمة، وكل ذلك حرام. وسنأتي إلى قصة سيدنا أبو بكر الصديق عما قليل إن شاء الله. أما العجيب، احنا قلنا نحن بحاجة إلى طلبة علم النفس الذين يدرسون الدراسات العليا أن يستخرجوا نظرية الإمام الغزالي في علم النفس، قوله في البداية: اعلم أن الغضب إذا لزم كظمه لعجز عن التشفي في الحال رجع إلى الباطن واحتقن فيه. كبت. ماذا يسمى؟ كبت. ويظل هناك سينفس عنه عاجلا أو آجلا، إلا ما يكون هناك فلتة لسان إلى آخره. وكأن الكلام لفرويد، ولا نوافق فرويد على كل ما جاء به. قال: وأقل درجات الحقد أن تحترز من الآفات الثمانية المذكورة. ولا تخرج بسبب الحقد إلى ما تعصي الله عز وجل به، ولكن تستقله في الباطن، ولا تنهى قلبك عن بغضه حتى تمتنع عما كنت تطوع به من البشاشة والرفق والعناية والقيام بحاجاته والمجالسة معه على ذكر الله تعالى والمعاونة على المنفعة له، أو تترك الدعاء له والثناء عليه، أو التحريض على بره ومواساته. هذا كله مما ينقص درجتك في الدين، ويحول بينك وبين فضل عظيم وثواب جزيل، وإن كان لا يعرضك لعقاب الله. والبشاشة الأصل فيها أن تكون لأهل لا إله إلا الله، واللين يكون لأهل لا إله إلا الله، والابتسامة الصدقة تكون لأهل لا إله إلا الله. إذا خصصت قوما معينين، أبناء حزب وأبناء جماعة وأبناء حركة وأبناء كذا، بمزيد يعني الابتسامة العريضة تكون لمجموعة من الناس فقط لا غير، أخطأت. وصلنا إلى قصة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وهذا حديث متفق عليه. ولما حلف أبو بكر رضي الله عنه ألا ينفق على مصلح، وكان قريبه لما تكلم في واقعة الإفك، نزل قوله تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: قال: بلى، نحب ذلك. وعاد إلى الإنفاق عليه، يعني تكلم في عرضه وعاد للإنفاق عليه، وهذا من باب إيه؟ وليعفوا وليصفحوا. والأولى أن يبقى على ما كان عليه من الخير من العطاء،
فإن أمكنه أن يزيد في الإحسان مجاهدة للنفس وإرغاما للشيطان فذلك هو مقام الصديقين وهو من فضائل أعمال المقربين. رحم الله صائب رقات رحمة واسعة، كتب الحياة إيش؟ مفاوضات. هنالك مفاوضات ليس مع الأعداء الذين يمشون على رجلين أمامنا، هنالك مفاوضات مع الشيطان ومع النفس الأمارة بالسوء كل يوم. تصحو قبل الفجر فتنظر مثلا في الساعة فترى إن الله وإن الله راجعون، فترى أن هنالك بعض الوقت يمكن أن تصلي فيه ركعتين، والفراش الوثير الدافئ يدعوك، النفس تقول لك خليك في الفراش. إذن هذه مفاوضات، أنت تقول لها لا في قيام الليل خير، وهي تقول لك خليك في الفراش أدفى، قم في آخر وقت الفجر قبل الشروق. يكون هنالك دعوة للإنفاق على مستشفى، على مدرسة، على كذا. يقول الإمام الخطيب يوم الجمعة هنالك كذا وكذا فتبرعوا تصدقوا كذا، فتقول في نفسك مثلا سأتصدق بمئة مثلا وحدة مالية دينار اللي هو، ستقول سأتصدق بمئة نيه الحمد لله رب العالمين ربنا يتقبل. انتهى الإمام ونزل من على المنبر، وقبل أن يبدأ الصلاة تبدأ المفاوضات مئة كثير، فأصبحن خمسين وتصلي وعقلك شغال في مئة أم تعطي مئة أم خمسين، ثم تنتهي من الصلاة وتريد أن تصلي السنة الآن فتنزل إلى 25، ثم تمشي بعد السنة باتجاه الذين يجمعون المال وتقول يعني من أين لي الضمان بأنهم صادقون ويمكن أن نأتمنهم على المال، فتمر وتنظر إلى ما وضعه الناس المال ثم تمضي إلى سبيلك. حتى لو قلت لله سيوسوس. قال الإمام الغزالي فإن أمكنه أن يزيد في الإحسان، نرجع إلى المئة، للمئة نرجع إلى المئة، فقال لك إما قالت لك النفس الأمارة أو قال لك الشيطان مئة كثير، قل بل مئتين، أي معنى أن يزيد في الإحسان. قلت في البداية مئة، قال لك مئة أو قالت لك النفس الأمارة قال لك خمسين ادفع خمسين يكفي، وقالت لك النفس الأمارة بالسوء خمسين أو خمسة وعشرين، قل بل مئتين وادفع المئتين. وإذا وصلت إلى السجادة ولا الصندوق له ادفع 300، فللمحقود ثلاثة أحوال عند القدرة، أحدها أن يستوفي حقه الذي يستحقه من غير زيادة ونقصان، وهو العدل، وهو العدل. والثاني أن يحسن إليه بالعفو والصلة وذلك هو الفضل، والثالث أن يظلمه بما لا يستحقه وذلك هو الجور الظلم، وهو اختيار الأراذل الشرفاء الفضلاء المؤمنون حقا لا يفعلون هذا. قال والثاني هو اختيار الصديقين، والأول هو منتهى درجات الصالحين. ولنذكر الآن فضيلة العفو والإحسان. أعجبني ما سمعت، قال القائل قال من كان مسلما حقا لا يؤذي زوجته، احنا نظل نقول لا تضرب ولا تفعل، لا، إيمانك الصحيح يمنعك عن الظلم،
ظلم الأخ، ظلم الأخت في الميراث، ظلم الجار في بعد. آه عندك مقياس، انظر إلى كيف تتعامل مع الناس فتعرف نفسك أين. إذا استسغت الظلم فأنت على خطر. فضيلة العفو والإحسان، اعلم أن معنى العفو أن تستحق حقا فتسقطه وتبرئ عنه من قصاص أو غرامة، وهو غير الحلم وكظم الغيظ. فلذلك أفردناه، وقد أفردناه يعني في موضوع يقول الإمام الغزالي في باب مختلف وحده، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال الله تعالى وأن تعفوا أقرب للتقوى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث والذي نفسي بيده صلى الله عليه وسلم، إن كنت لحالفا عليهن ما نقصت صدقة من مال فتصدقوا، ولعفى رجل عن مظلمة يبتغي بها وجه الله إلا زاده الله بها عزا يوم القيامة، ولا فتح رجل على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. ذكر بنحوه عند الإمام مسلم. الشاهد في الحديث ولا عفا رجل عن مظلمة يبتغي بها وجه الله إلا زاده الله بها عزا يوم القيامة. اعف ما لك لا تعفو. وفي حديث في إسناد ضعف لكن ننظر في المعاني، التواضع لا يزيد العبد إلا رفعة، التواضع يزيدك رفعة، والتكبر يهوي بك، التكبر يهوي بك والتواضع يرفعك. التواضع لا يزيد العبد إلا رفعة فتواضع يرفعكم الله، والعفو لا يزيد العبد إلا عزا فاعفوا يعزكم الله، والصدقة لا تزيد المال إلا كثرة فتصدقوا يرحمكم الله. وقالت عائشة رضي الله عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا من مظلمة ظلمها قط ما لم تنتهك حرمة من محارم الله. يعني الحق الشخصي يتنازل عنه، حق الله عز وجل لا يحق لك أن تتنازل عنه. فإذا انتهك من محارم الله شيء كان أشدهم في ذلك غضبا، وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن مأثما، ما لم يكن إثما. وهو عند مسلم بلفظ آخر. والحديث التالي أيضا في إسناده ضعف، قال عقبة بن عامر لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فبدرته فأخذت بيده، أو بدرني فأخذ بيدي، فقال يا عقبة ألا أخبرك بأفضل أخلاق أهل الدنيا والآخرة؟ تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك. وقد قيل قال موسى عليه السلام يا رب أي عبادك أعز عليك؟ قال الذي إذا قدر عفا. إذا قدرت على إنفاذ الأمر وعفوت، أما مش تقول إنه أنا ما لي قدرة وبتقول له بعدين بسامحك وأنت ما عندك قدرة على إنفاذ الأمر. وسئل أبو الدرداء رضي الله عنه من أعز الناس؟ قال الذي يعفو إذا قدر، فاعفوا يعزكم الله. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو مظلمة، حديث مرسل، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس وأراد أن يأخذ له بمظلمتك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن المظلومين هم المفلحون يوم القيامة، فأبى أن يأخذ مظلمته حين سمع الحديث. وقالت عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا على من ظلمه فقد انتصر. اللهم عليك بمن ظلمنا ممن لا يعفى عنهم، هنالك من يعفى عنه وهنالك ممن لا يعفى عنه. وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في إسناده ضعف إذا بعث الله الخلائق يوم القيامة ولا بد من بعث. قضيت أن الإسناد فيه شيء،
أول مسألة، إذا بعث الله الخلائق يوم القيامة وإنكم لمبعوثون، وهذا يعني أن قبل ذلك هنالك موت. نادى مناد من تحت العرش ثلاثة أصوات: يا معشر الموحدين، إن الله قد عفى عنكم فليعفوا بعضكم عن بعض. نسأل الله سبحانه وتعالى حسن الخاتم. واعفوا حتى يعفى عنك، واعفوا عمن ظلمك، لأنك إذا ظلمت إنسانا ولو بشيء يسير أتريد أن يقتص منك؟ ألا تفكر في الحرج أمام الخلائق يوم القيامة؟ نسأل الله سبحانه وتعالى الستر والعفو. وقيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة طاف بالبيت وصلى ركعتين ثم أتى الكعبة فأخذ بعضتي الباب فقال: ما تقولون وما تظنون؟ فقال: نقول أخ وابن عم حليم رحيم. قال: ذلك ثلاثا. فقال صلى الله عليه وسلم: أقول كما قال يوسف عليه السلام. وسنأتي في الآثار إلى قصة يوسف لعلنا نصل إليها في الغد إن شاء الله. قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. قال: فخرجوا كأنما نشروا من القبور فدخلوا في الإسلام. ظلموه وهو بين أظهرهم صلى الله عليه وسلم 13 سنة، ثم لحقوا به، أرادوا أن يستأصلوا شأفة المسلمين. أضف إلى ذلك 10 سنوات ظلموا وقتلوا أصحابه وآذوه. 23 سنة قابلها بالعفو والإحسان. وعن سهيل بن عمرو ليس بحديث، قال: عراقي لم أجد، ولكن ننظر في المعنى. أن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قدم مكة وضع يديه على بابي الكعبة والناس حوله فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. والمعنى كله وكل المعاني صحيحة. ثم قال: يا معشر قريش، ما تقولون وما تظنون؟ قال: قلت: يا رسول الله، نقول خيرا ونظن خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. أن نحن نحفظها هذا، وقد قدرت، يعني الأمر لك، بإمكانك أن تنفذ إيش أمرك فينا. لو قال للصحابة الكرام: افعلوا كذا وكذا فيهم، لفعلوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقول كما قال أخي يوسف، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. السلام عليكم. ثم إذا وقف العباد نادى مناد ليقم من أجره على الله فليدخل الجنة. قيل: ومن ذا الذي أجره على الله؟ قال: العافون عن الناس، فقام كذا وكذا ألفا فدخلوها بغير حساب. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لوالي أمر أن يؤتى بحد إلا أقامه، والله عفو يحب العفو. ثم قرأ: وليعفو وليصفحوا. وقيل: ثلاث من جاء بهن مع إيمان دخل من أي أبواب الجنة شاء، وزوج من الحور العين حيث شاء، من أدى دينا خفيا. وقرأ في دبر كل صلاة: قل هو الله أحد 10 مرات، وعفى عن قاتله. وقال أبو بكر: وإحداهن يا رسول الله؟ قال: أو إحداهن. أدى دينا خفيا عن الناس، يعني بلغه والله أعلم أن فلانا عليه دين لا يستطيع أن يدفع الدين،
فلا يقول لفلان من الناس، فلا يقول خذ هذه ادفع الدين، لا، يذهب إلى صاحب الدين ويقول له هذا دين فلان ولا تبلغ فلان، فقط بلغ فلان أنه إيش دين وقد قضي. يقول من انتهى. هذه قضية إخفاء العبادة. وقراءة قل هو الله أحد اقرأ 10 مرات، اقرأ 40، اقرأ 100، ليس نصا ولكن ازدد من الخير. وعفى عن قاتله، كيف يعفو عن قاتله؟ معناه في الآخرة. معناه أين؟ في الآخرة. أما في الآثار، قال إبراهيم التيمي: إن الرجل لا يظلمني فأرحمه. لما يرحم؟ لأنه لا يريد له يعفو عنه. ما معنى يرحم؟ يعفو عنه، لا يريد له أن يسأل عنها يوم القيامة أو يعذب بها، فيغفر له ذلك. وهذا إحسان وراء العفو، لأنه يشتغل قلبه بتعرضه لمعصية الله تعالى بالظلم، وأنه يطالب يوم القيامة فلا يكون له جواب. ماذا ستقول؟ أسرفت في الدماء. وهذا للولاة والحكام، أسرفت في الدماء ستسأل، عذبت ستسأل. حتى لو الإنسان، المرأة دخلت، تلك المرأة التي دخلت النار في هرة، وكل هؤلاء البشر، سجنت العلماء، ستسأل وماذا سيكون جوابك؟ ماذا سيكون؟ أكلت الأموال، ستسأل. وقال بعضهم: إذا أراد الله أن يتحف عبدا قيض له من يظلمه، يعني يصبر على ما ابتلي به. ودخل رجل على عمر بن عبد العزيز فجعل يشكو إليه رجلا ظلمه ويقع فيه، يقع فيه يعني يذكره بسوء. فقال له عمر: إنك إن تلقى الله ومظلمتك كما هي خير لك من أن تلقاه وقد انتقصتها. كيف انتقصها؟ بأن يقول فلان وفلان في الدنيا، يذهب من إنسان لإنسان، هنا ذهب للخليفة، وقد يذهب للقاضي، وقد يذهب للجار، وقد يذهب للزميل، ويقول فلان ظلمني وكذا وكذا، يقع فيه يذكره بالسوء. فهنا ينتقص من مظلمته، لا خليها مثل ما هي وانتهى. وقالوا يزيد بن ميسرة: إن ظللت تدعو على من ظلمك فإن الله تعالى يقول: إن آخر أو إن آخر يدعو عليك بأنك ظلمته، فإن شئت استجبنا لك واستجبنا عليك، وإن شئت أخرتكما إلى يوم القيامة فيسعكما عفوي. أنت تدعو على من ظلمك وهنالك من يدعو عليك لأنك ظلمته، وبعدين وآخرتها لا، آخرتها عفو إن شاء الله، آخرتها إيه؟ عفو. إن كان آخر المسألة عفو فعفو الآن بإذن الله عز وجل. وعن ابن عمر عن أبي بكر أنه قال رضي الله عنهم أجمعين: بلغنا أن الله عز وجل يأمر مناد يوم القيامة فينادي: من كان له عند الله شيء فليقم، فيقوم أهل العفو
فيكافئهم الله بما كان من عفوهم عن الناس. وقال هشام بن محمد: أوتي النعمان بن المنذر برجلين، أحدهما قد أذنب ذنبا عظيما فعفى عنه، والآخر أذنب ذنبا صغيرا فعاقبه. قد يقول الإنسان هذه عجيبة، لأن هذه من باب السياسة. وقال شعرا: تعفو الملوك عن العظيم من الذنوب بفضلها، ولقد تعاقب في اليسير وليس ذلك لجهلها، إلا ليعرف حلمها وتخاف شدة نكلها نكالا. وعن مبارك بن فضالة قال: وفد سوار بن عبد الله في وفد من أهل البصرة إلى أبي جعفر، يعني المنصور والله أعلم، لأنه يقول بعد ذلك يا أمير المؤمنين، فكنت عنده إذ أوتي برجل فأمر بقتله، فقلت: يقتل رجل من المسلمين وأنا حاضر. فقلت: يا أمير المؤمنين، ألا أحدثك حديثا سمعته من الحسن؟ قال: وما هو؟ قلت: سمعته يقول: إذا كان يوم القيامة جمع الله عز وجل الناس في صعيد واحد حيث يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، فيقوم ناد فيقول: من له عند الله يد فليقم، من فعل خيرا ولنفسه، من فعل خيرا فهو لنفسه. من له عند الله يد فليقم، فلا يقوم إلا من عفى. فقال: والله لسمعته من الحسن، يتأكد منه. فقلت: والله لسمعته منه. فقال: خلينا عنه. وواضح أنه خلينا عنه ليست قضية حد، فالأمر ليس له، إنما لعله اعترض على سياسة أو أخرى. والمجتمعات إن لم يكن هنالك فيها حرية تعبير وبأدب، حرية تعبير ولكن بأدب، سيدنا يوسف عليه السلام أمن العقوبة، فاقترح أن يكون هو وزير الاقتصاد والمالية، كما يقال اليوم، اقترح أن يدير اقتصاد مصر لأي مدة؟ 14 عاما، بل ممكن زيادة سنة عليها، دورة اقتصادية. حرية التعبير، لم يخف أن يقول تفسيرا في منام العزيز، في ما رأى من رؤية. فإذا جاء إنسان وقال، كتب مقالة في بلد من هذه البلاد وقال: اقتصاد البلد بحاجة إلى 1، 2، 3، فلا يعاقب، إما أنه أصاب وإما أنه إيش أخطأ. ونقول لأولي الأمر: حينما تستلم الحكم فليكن لك خلوة بالرجال الاقتصاد العلماء، اجتمع أنت وإياهم يوم ويومين وثلاثة وأسبوع كامل كيفية إدارة اقتصاد البلد، افهم من العلماء الخبراء، وليكن لك يوم ويومين وثلاثة مع مثلا المختصين في التربية والتعليم لكن لا يمكن للمجتمعات أن تقوم لها قائمة في ظل الخوف. في ظل إيش؟ في الخوف. بصير تقول: أنا بدستر حالي، شو ده أنا داخلني؟ ناقصني خراب بيت ولا سجن ولا قتل ولا كذا؟ بصير تقول أنت الآن، بصير تجيب أنت من الأمثال الشعبية الموجودة عندنا، امشي الحيط الحيط، أقول يا رب استيره، والموت مع الجماعة رحمة، كل الأمثال التي تدعوك إلى ألا تفعل، إلى ألا تفعل.
وقال معاوية، ونختم بهذا اليوم إن شاء الله، أدركنا الوقت. قال معاوية رضي الله عنه: عليكم بالحلم والاحتمال حتى تمكنكم الفرصة، فإذا أمكنتكم فعليكم بالصفح، عليكم بالصفح والإفضال، اصفح وتفضل، أحسن كما أحسن الله إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.